لاجل شيخ المرجلة سكت عذبات الجزاء والقوافي سكتها للسنا في الفريه يا حمد مبروك تعدادي حبات الرمال يا سليل الجود والفخر يا ذرب الأمه الشهادة جبتها بالعزيمة والفعال الإرادة والصبر نلت مجهود السنين لاجل شيخ المرجلة سكت عذبات الجزاء والقوافي سكتها للسنافي الفطين يا حمد مبروك تعداد حبات الرمال يا سليل الجود والفخر يا ذرب اليمين لجل شيخ المرجلة سكت عذبات الجزال والقوافي سكتها للسنافي الفطين يا حمد مبروك هذه النسخة للاستماع فقط جميع الأمور الشهادة جبتها بالعزيمة والفعال الإرادة والصبر نلت مجهود السنين بالتعب والجهد قد نلت حلمك والمنال وهذه النسخة للاستماع فقط جميع الأمور أبوك الشهمي يوسف سليل الغادمين وأمك اللي صيتها ينضرب فيها المثال أم خالي تفتخر فيك يا أغلى البنين وإخوانك نشامة وطالق الرجال الشدايد والرخا دوم لك ذخر وعوي ذاك أخوك الشهمي خالد من قروم الرجال يفتخر بك وتباهى على أخوة سليل والسنا في متعب اللي يفعوله هذه النسخة للاستماع فقط جميع الصفات اليوسفي يبحلاه يفرقه والختم جعل الفرح والسعادة خير فار يا حمد جعلت واقفة كلف كل حين لجل شيخ المرجلة سكت عذبات الجزال والقوافي سكتها للسنافي الفريه يا حمد مبروك تعداد حبات الدمال يا سليل الجود والفخر يا درب الشهادة جبتها بالعزيمة والفعال الإرادة والصبر نلت مجهود السنين بالتعب والجهد قد نلت حلمك والمنال والله أنك رافع راس أهلك يا ريح فيك نفخر يا فخر ناود أرقى للطوال لأنك الغالي فعلك وشيخ الطيب يا ولد شيخ الفعول السنة في السباق هذه النسخة للاستماع فقط جميع الأمور وأمك اللي صيتها ينضرب فيها المثال أم خالي تفتخر فيك يا أغلى البنين وإخوانك نشامة وطالق الرجال الشدايد والرخا دوم لك ذخر وعوي ذاك أخوك شهم خالد من قروم الرجال يفتخر بك وتباهى على أخوة سليه والسنا في متعب اللي يفعوله هذه النسخة للاستماع فقط جميع الأمور.